إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم على إثر معلومات واردة من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة يقدر عدده ب 540 قرص، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و31 سنة، وحجز المركبة المستعملة. العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بإقليم بلدية فرناكا، على إثرها تم حجز الكمية المقدر عددها ب 540 قرص، وهي مفصلة كالآتي: 480 قرص من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام، و60 قرص من نوع زوليدرات 10 ميلي جرام.